إذن اليوم الخميس بدي ارجع اذكركم مشاهدينا، ودائما تعرفوا انه نهار الخميس فيكم تتصلوا فينا مباشره على الهواء بفقره زودياك. كارمن انضمت لنا كمان مره بالاستوديو وهي بانتظار اتصالاتكم. صباحكم بألف خير، صباح الخير غادة، صباح الخير للشيف. اتصالاتكم مباشرة على الهواء ابتداء من هيدي اللحظة. وقبل ما أخذ أول اتصال اسمحوا لي أخذ إيميل من عبير. عبير مواليد 29 أكتوبر 83، عطيتني ساعة الولادة 12:30 الظهر. عبير بدها تعرف بشكل خاص عن موضوع الشغل، فخلونا نشوف عبير شو القصة عندها. الحلو عند عبير، لانه كنت عم شوفها تحت الهواء، الحلو عند عبير انه عندي ساعه الولاده، فبالتالي فيني اشتغل على كل اي نقطه اي سؤال بدي اياه. ثاقبت انه هي عم تسال سؤال واحد محدد اللي هو الشغل. هلا حلو كثير انه في عندي اربع كواكب موجوده، البيت التاسع، البيت العاشر في اثنين، اجمالا البيت العاشر هو اعلى نقطه، مثاقبه بالنسبه لها بهديك السنة وبهداك النهار. يبدو وكأنه البيت التاسع واضح جدا أنه هو آخر تقريبا، ومبين كأنه في أعلى نقطة بالدائرة الفلكية، لأنه سكوربيون هيدا معناتها أنه مرق كوكب جوبيتر، ما صار له زمان بآخر سنة الماضية، وانتقل جوبيتر لبرج القوس. شو معناتها؟ معناتها أنت يا عبير التغييرات الحلوة الكبيرة المهمة موجودة عندك، موجودة هلأ عندك، ويمكن حتى بلشت تحسي أو انتقلتي من شغل لشغل أو من نقطة لنقطة تحت تأثيرات المشتري ببرج العقرب، بالشغل، بالسفر، ترقيات إذا هذا الشيء بهمك، أو حابة تغيري مطرح مكان عمل، في تغييرات كتير كبيرة. ولأنه البيت التاسع عندك بيت كتير شغال ناشط أكتف، هذا معناته احتمال أنه كل هالنقاط هيدي تكون عم تشتغل، إن كان سفر، دراسات عليا، عمل بالجامعات مثلا، كل هالأمور بالنسبة لك واضحة جدا. المشتري عم بيتنقل البيت التاسع للبيت العاشر، عم بيزيد من نجوميتك، عم بيقويكي، وبالتالي بدي اطلب منك، بدي اقول لك اذا انت مؤهلاتك ناقصه، بقول لك انه هيدي السنه 18 و19 سنتين كثير مهمين، خاصه هيدي 18 ما تبقى منها، مهمه جدا هالفتره الباقيه. ان كان بشهر فيك تاخذي ورشه عمل، ان كان تخلصي بروجي معين، من هلا لاخر السنه فتره مهمه جدا لعملك لشغلك ولموقعك، فتره ايجابيه كل 12 سنه توصل مره. بناخذ اول اتصال لليوم. رامي تفضل. الو مرحبا. يا اهلا وسهلا، كيفك؟ الحمد لله. يا اهلا وسهلا، يعطيك العافيه. بدي انا اسمي رامي. اسمي رامي، نعم. خلين اسمي امي نجاح، خلين ب 31 اذار 1995. ال 95 الساعه 2:30 بعد الظهر. بدي اعرف كيف يعني، شو بدي يعني تخبريني عاطفيا مهنيا كل شيء فيك تخبريني عنه بكون انا ممنونك. هيدي لك التاريخ؟ نعم. هيدي لك؟ نعم. ولا عم تسال لحدا؟ لا 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 انا رامي. عاطفيا؟ تاريخ ميلادي. بدك تسال عاطفيا؟ عاطفيا مهنيا كل شيء. اوكي، عم تشتغل شيء انت رامي؟ صراحة لي 4 أشهر بلا شغل. اوكي، شو عم تدرس او شو درست او شو؟ خلصت مدرسه وفت على الجامعه وما مش الحاله كثير، يعني مطول ارجع على الجامعه. هلا اهم شيء انه نرجع على الشغل، بس ما اعرف كيف بدي اشتغل. باي مجال حابب تشتغل او بتشتغل او اختصاصك؟ يعني شاب مثل وضع ما هو شهاده ولا شيء، بمشي حاله بمجال المطاعم والاوتيلات، هذا الشيء اللي بيسمحوا لنا نشتغل فيه، عرفت كيف؟ صح. رامي بعد سؤال، ساعة الولادة اللي اعطيتني اياها صحيحة؟ انا صراحة يعني انا هي جاي تنتهي 3:30، عم بسأل امي هلا، بس انه عم بتقول ماما تنتهي 3:30. تنتين؟ تنتين ونص عم بتقول لامي. 2:30 بعد الظهر. صح. اوكي، طيب تابعني على الشاشة، خلينا نشوف شو فينا نلاقي لرامي. رامي تقريبا عم بيقول 2:30، تنتين ونص بضل طالعوا لرامي الاسد، اوكي؟ حتى لو صحته شوي يعني بعدني عم بشتغل بهيدي المنطقه هاي. هلا رامي
عم بيحكي كمان موضوع الشغل، موضوع العاطفي، لانه عندي ساعه ولادي بدي انتقل للبيت السابع. البيت السابع هو شغلتين بالوقت نفسه، ارتباط رسمي البيت السابع، وايضا ارتباط عاطفي يعني رسمي، وايضا ارتباط مهني. بهالمنطقه في عندي كوكبين، واحد منهم حلو كتير يلي هو فينوس، الثاني هو ساتورن. شو معناتها؟ هيدا معناتها انه بحياتك ايه في ارتباطات، انت من الاشخاص حتى اللي معقول يتنقلوا يضل في عندهم تقلبات بالنسبه لهذا الموضوع. يلي ما كتير مرتحت له بصراحه هو زحل. زحل الموجود ببيت الزواج وببيت الارتباط الكونترايات موجود بهالدرجه 18 نبتون، بواسون الحوت، يلي معناتها كوكب نبتون واصل له تاثيرات نبتون على ساتورن الموجود بهيدي النقطة، هو يلي بيخلي عندك يا رامي بهيدي الفترة ومكمل شوي بال 2019 بيخلي كل نوع ارتباط عندك مش ظابط، بمعنى انه بتفكره ظابط تطلع بالنتيجة انه انت بعدك محتار وما ظابطة القصة. هلا بالنسبة للموضوع المهني بدي اطلب منك تكون كتير دقيق، كتير واعي. بطلب من اهلك بما انه اهلك حدك خلي لك اياهم يكونوا هن اللي عم بيساعدوك، لانه هن بيقدروا يقشعوا الامور بموضوعيه اكثر منك، بتجرد اكثر منك. انت تقريبا مش قاشع الامور مثل ما هي، يعني اذا اهلك تنقول قالوا لك ليك هالشغل يمكن ما كتير لك، انت لا بتقول لا امبلا لا امبلا لا امبلا، يمكن لازم تبلش تفكر وتقول خليني اسمع لاهلي لانه هن اكثر شيء بيريدوا مصلحتي. شوف شو رأيهم. بدي اياك بهيدي السنة، ما تبقى من هاي السنة وسنة الجاي تاخد مشورة الأهل بالنسبة لأي كونترا. هلأ لأنه البيت السابع أيضا بيت المسائل القانونية، معلي أنا عم باخد وقتي معك لرامي لأنه عنده كذا قصة. رامي لأنه كمان بيت الأمور القانونية بدي اياك تنتبه، بدي اياك تنتبه تفتح عينيك ودينك كتير منيح قبل ما تمضي أي ورقة شو ما كانت هالورقة، بديك تفكر تقراها تاخد كوبي عنا تقراها بعدين تعطي الجواب. هلا بالنسبة للأمور المهنية، هلا معك حق بلش هادي شو فيه يشتغل الإنسان، بديك أنت بهالوقت تقوي حالك تاخد أي ورشة عمل، أي تفوت على أي مدرسة مهنية إذا بدك شو ما كان تدرسها وتزيد عندك المعطيات. ليش؟ لأنه عاطفيا رح شوف عندك بعض الامور الحلوه اللي انت مقبل عليها. نهايه هيدي السنه يبدو وكانه في مفاجاه حلوه عندك، اوكي، عاطفيه يمكن تكون عائليه، لانه الجوبيتر المشتري بعده بهالوقت بالبيت الثالث اللي هو بيت الشغل، في احتمال يكون في عندك فرصه عمل حلوه، اوكي، فرصه عمل حلوه. وبعدين 2019 شايف اشياء حلوه عندك عائليه، لكن بدي اياك ترجع تنتبه من المحتالين، من الأشخاص اللي بيحاولوا يخدعوك، بدك تشتري سيارة بدك تنتبه شو عم تمضي، ما تمضي ما تمضي، خد سكرين شوت، خد صور، استفهم، اسأل، بعدين بتقرر. بدك تنتبه من هالنقطة. عاطفيا خلي لي هلا 2019، مهنيا هيدي السنة رح بتكون من هلا آخر السنة بعتقد رح بيكون في عندك نتيجة حلوة. ناخد اتصال من سلوى. الو الو صباح الخير. يا اهلا وسهلا حبيبتي، بدي اسال من شان ابني. نعم. مواليد ال 6/1/91. الواحد وتسعين، اوكي، في 11:30 بالليل. 11:30 بالليل، اوكي. بدي اسال عن العمل، سفر، زواج، يعني عم بيشتغل شيء هو؟ نعم. عم بيشتغل؟ لا، عم بدور على شغل. عم بدور على الشغل، اوكي. شو درس؟ محاسبة إدارة أعمال. أوكي. وما اشتغل بعد؟ اشتغل وترك، ما توفى. ما توفى. بنفس الاختصاص، بهذا الاختصاص. نعم. نعم. وساعة الولادة صحيحة؟ 11:30. نعم. صحيحة. أوكي. حبيبتي ميرسي. ميرسي كثير لإلك، خلينا نشوف بالنسبة له شو اللي معقول يكون ناطره. موضوع الشغل كمان سؤال مهم بالنسبة لابنك، ليش سألتك إذا الساعة صحيحة؟ قديش متأكدين من الساعة؟ لأنه جوبيتر يلي هو كوكب الحظ موجود بالبيت المصاري بالبيت الثاني. هيدا الشيء اللي بيقول لي إنه مفروض يكون في عنده
مفروض يكون في عنده تطورات لابنك حلوة جيدة مهمة، حتى مهمة كتير. نحن خلصنا من شهر آب وداخلين بشهر سبتمبر يلي بالنسبة لابنك رح بيكون شهر مفصلي، عم بحكي فلكيا، مفروض يكون شهر مفصلي بالنسبة لابنك، مفروض يقدم له فرصة كتير حلوة كتير 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 مهمة مختلفة عن كل السنين الأخيرة. في عندي الشمس رح بتكون بيت 11 والبيت 12، ورح بيكون في عنده نوع من دعم كتير مهم بالنسبة له منه متوقع. في عنده مفاجأة حلوة إن شاء الله بيخدها قبل ما يخلص شهر سبتمبر. فإذا بيدور على الشغل بنصحه ينقي أحسن مؤسسة، وإذا بعد ما قدم عليها يعجل ويقدم عليها، في فرصة كتير حلوة عنده. وسنة 2019 بالنص الثاني منها مثل هالوقت واخر السنه 2019 كمان في عنده فرص ثمينه حلوه، كان بالشغل يبدو انه في تقدم عنده، في تغييرات كثير حلوه. كل هالامور عم بحكي عنها بعد ما وصلت لهيدي النقطه. هيدي النقطه يلي شوي رح تغير عندي كثير من المعطيات، تفاجئوا احيانا بال 2019. خلينا هلا 2019 على جنب، خلينا نركز على ما تبقى من 2018، لانه 2018 رح بتكون فيها مفاجآت حلوه ممتازه جدا جدا له. بال 2019 بتمنى ترجع تتصلي فيني بنرجع نحكي. مريم، اتصال من مريم، تفضلي. بدي اسالك مريم، مريم 18/6/1990. نعم. خلقاني تقريبا بين 10:30 11 الصبح. بدي اعرف عن الصحه وعن الشغل، مقدمه على وظيفه دوله من سنتين، يا ترى بتاخدها ولا شو؟ اوكي، شكرا لاتصالك. بتاخدها ولا لا؟ يعني كان مفروض، بصراحه كان مفروض يردوا عليها خبر بهيدا الشهر، كان مفروض يردوا عليها خبر بهيدا الشهر، لأنه شهر آب كان شهر بالنسبة لها شهر مهم جدا 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 ومش شوي. كل ما قربنا بالوقت بنبلش ندخل بمرحلة فيها كتير تقلبات. هلأ هي اوريدي بنتك اوريدي طلعت من فترة 3 سنين كانت كلها معاكسات، كان كلها معاكسات، ما كان في شيء بتقدر توصل له، كان بالشغل خناقات، ما حدا عم بيقدر يتفاهم معها، هي ما عم تقدر تتفاهم مع حدا، شو ما جربت تعمل كان في كتير كتير صعوبات، وخاصة خاصة بالسنة الأخيرة هي 2017. المهم اللي هلا معقول يكون ناطره، اول شيء خفت عليها شوي الضغوط شوي، لانه راحت هالمعاكسات، هالبواب او هالعراقيل اللي بوجهها اختفوا. عم نتقدم شهر آب كان مفروض يحمل لها خبر. هلأ يمكن عم فكر، لأنه صارت يمكن المكتب أو الإدارة اوريدي أخذوا القرار بالنسبة لبنتي، كان قرار إيجابي، جواب إيجابي، حطوا العلامة أو حطوا الجواب وبعد ما خبروا كوني. يعني بالنسبة لها هيدي الفترة شهر آب كانت فترة كتير حلوة بالنسبة لها. ففي احتمال، بعد في احتمال انه هلا بسبتمبر يتصلوا فيها، مفروض يكون باوائل سبتمبر يتصلوا فيها ويخبروها الخبر السار. هذا اللي انا بتامله، لانه فرصتها ثمينه كانت بشهر اب. فبدنا نضل على هيدي النقطه وبنرجع نتابع سوا. ناخذ شاديه، اخر اتصال معنا لليوم. صباح الخير. يا اهلا وسهلا. معك شاديه. نعم. 17/1/81. نعم. الساعة 5:30 الصبح. والسؤال؟ حياتي العاطفية والمادية والعائلية. 5:30 صباحا عائليا وعاطفيا؟ وماديا. وماديا، شكرا شادية. خلينا نشوف شادية. أول شيء أنا بس ما تعطوني تطلع تشارت مثلا، كيف تطلع عندكم تشارت أنا بتطلع فيها. ببين عندي شيء؟ هل يا ترى في عندي أشياء صعبة معقدة؟ دغري بتطلع على برجين، العقرب، وبتطلع على سكوربيو، بتعلق على سكوربيو وعلى ساجيتير، لأنه بالنسبة لي هدول الكوكبين يلي هلا
عم بيتنشطوا وعم تتحرك فيهم الامور. عندها ثلاث كواكب، هيدا معناتها المستقبل القريب، عم بحكي المستقبل القريب هالسنه والسنه الجاي بالنسبه لإلك، او عم تسالي عن بنتك، في اشياء كثير مهمه بهالسنتين اللي جايين. هل يا ترى في عندي شيء كوكب ببرج الثور؟ لا، ما في عندي شيء ببرج الثور، حتى بسكوربيون برج العقرب موجودين باخر درجات برج العقرب. هيدا معناتها من النظره الاولى بالنسبه لبنتك او لهيدا الشخص الاخبار جيده، التطورات عندهم اذا في من اخبار رح توصل الاخبار عندهم بشهر اكتوبر، هيدي يعني بعد شهرين، في اخبار كثير كثير كبيره ورح تتفاجئوا فيها، منن ناطرينها لا انتم ولا اصحاب العلاقه. ومش بس هيك، في عندها بسنة 2019 بأواخرها تقريبا واضح جدا انه في عندها سفر، او واضح جدا في عندها تغيير من مكان الى اخر، كأنها عم تنتقل من بلد لبلد، من ضيعة لضيعة، من اخر لبنان لجنوب لبنان، من شمال لجنوب عم بتغير. فهيدي كانت بالنسبة للمتصلة الاخيرة شادية. ومع شادية بنوصل لختام فقرة زودياك. طبعا عالم الصباح مكمل معكم، غادة لألك. مرسي كارمن، أكيد منشوفك كمان بكرة مثل العادة بأولى محطاتنا اليومية بعالم الصباح مع كل الحظوظ للأبراج. نحن رح ناخد بريك، خليكم معنا نرجع منتابع.